ظاهرة الدولارات ظاهرة عالمية، والعالم يقاس اقتصاديا بالعلاقة مع الدولار الشايب أو الأخضر. وهم مقياس الاقتصاد إن كان قوي أو غير قوي إيش قد احتياطك النقدي وإيش قد قيمة عملتك مقارنة بالدولار. بعد 2003 اتنامت ظاهرة الدولار بالعراق، وأسهم الوجود الأمريكي وسياسة بريمر بتنامي أكثر لهاي الظاهرة. شلون؟ بقرارات قانون إدارة الدولة تشكلت نافذة العملة، واللي غد دائرة التحويل المالي الخارجي وعوض عنها بالنافذة. هنا صار الدولار جزء من حياتنا. شلون نأمن الاستيرادات؟ شلون نحمي أموالنا الموجودة بالدي اف اي؟ ومن منو نستورد؟ وكل هاي الحسابات اللي تعرفوها. بقى الدولار محافظ على رقم 120-118 إلى أن رفع السعر وارتفعت الأسعار وياه. ومن إجت حكومة السوداني رجعت السعر لحد 132، وصار عندنا سوقين، سوق رسمي وسوق موازي. اليوم الدولار يا جماعة 150، والبارحة كان 148، وجوز باكر لو 147 لو 152. أما الحكومة والبنك المركزي اتحركت على أكثر من جهة. الجهة الأولى هي تأمين الدفعات من الفدرال الأمريكي وتقليل حجم الطلبات المرفوضة، والجهة الثانية دعم المصارف وزيادة أرصدتها بالدول الشراكة التجارية ويا العراق وبسلة عملات متنوعة. هاي الخطوات سهلت عملية التحويل وردمت الفجوة بين الرسمي والموازي، حتى إن قالت الحكومة عبر مستشاريها إنه معركتنا ويا الدولار شارفت على النهاية. ويا كل الهلا بيكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحوار الدولة، وخلوني أرحب بضيوف حلقة اليوم ابتداء من الأستاذ عبد الرحمن الشيخلي خبير اقتصادي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. وأيضا معي الأستاذ معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية. حياك الله أستاذ معين، وخلي أبتدئ الحديث معك. أنتم كلجنة مالية شنو رأيكم بالخطوات اللي قامت بها الحكومة والبنك المركزي حتى السيطر على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك وأحيي ضيفك الكريم الدكتور عبد الرحمن المشهداني والمشاهدين الأعزاء. أستاذ معين عبد الرحمن الشيخلي ويانا. يعني. أهلا وسهلا. يلا كلكم ولد عمي إن شاء الله ماكو فرق. إن شاء الله إن شاء الله. الله يسلمك. بالنسبة للجنة المالية استضافت محافظ البنك المركزي ونائبه لجلسات متعددة وتم مناقشة هذا الموضوع وحزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بين الحين والآخر، وآخرها الموافقة على استيراد الكتل النقدية للعملات الأجنبية من خلال المطارات العراقية بشرط أن تكون ضمن مواصفات معينة للشركات
مسموح لها والمؤسسات ضمن شروط معينة، إضافة إلى الإجراءات الأخيرة والتوافق الحاصل مع الفيدرالي الأمريكي بخصوص التعامل بعملات أخرى مثل الدرهم الإماراتي في المصرف أبوظبي الأول واليورو في مصرف في باريس وفي تركيا، واليوان الصيني والروبية في مصرف في ماليزيا، وتعزيز هذه الأرصدة العراقية في هذه المصارف من خلال الدولار وتحويلها إلى هذه العملات والتعامل بها مع الدول المصدرة للعراق، وإجراءات أخرى بخصوص تبسيط إجراءات الحوالات للتجار بحيث تكون نافذة العملة التي بدأ العمل بها حديثا، يعني يجوز صار سنة سنة ونص ولكن أخذت مجراها بسياق جديد ضمن التعليمات والشروط التي يفرضها الفيدرالي وخلافا للفترة السابقة لسنوات طويلة. واليوم البنك المركزي يهيئ ما يقارب من 150 إلى 200 مليون دولار يوميا حوالات لتوفير ما يحتاجه العراق من خلال التجار ومن خلال الاستيراد. هذا ما تبذله الحكومة إضافة إلى موضوع الضرائب وتبسيطها وتشجيع التجار لدخول نافذة العملة، وينتظر البنك المركزي إجراءات أخرى. أما السوق الموازي فإن شاء الله يصير الحديث عنه، أو السوق السوداء الذي يعتبر سوق ثاني، ولكن البنك المركزي تبريره أن المهم أنه يهيئ هذه المبالغ الكبيرة للاستيراد بالأسعار الرسمية. لذلك إلى حد ما نلاحظ أن هناك استقرار في السوق العراقية. الكتل النقدية هذه تكفي حاجة السوق؟ لا، استيراد الكتل النقدية هي بالحقيقة للشركات، يعني مثل شركات نفطية عاملة بالعراق تريد تعطي رواتب الموظفيها، سابقا كانت تعطيهم بالدولار، ولكن البنك المركزي فرض عليهم إذا تجيبون دولار من برا حوالة إلى البنك المركزي أعطيكم إياها بالدينار بال1320. بعد الاعتراض الحاصل صار أنه هذه الشركات تجيب كتل نقدية وتوفر ما يحتاجه الموظفين العاملين في هذه الشركات، فهذه الكميات هي غير كافية. طبعا بعض المصارف بدأوا هم يستوردون، غير كافية للسوق السوداء، ولكن السوق الرسمي اللي في البنك المركزي اللي يقارب 200 مليون دولار يوميا هذا رقم كبير، يعني المفروض هو يكفي ما يحتاج العراق. أما السوق السوداء هي بالحقيقة شنو احتياج السوق السوداء للدولار؟ يحتاجه لبعض التجار اللي يستوردون من دول مفروضة عليها عقوبات من الجانب الأمريكي. يعني التاجر اليوم إلى 20 سنة يستورد من إيران بين ليلة وضحاها يقولوا لا تستورد، ما نعطيك حوالة، هذا مجبور ويدبر دولار من السوق السوداء ويشتري من لبنان ومن سوريا ومن إيران ومن دول أخرى لا تصرف لهم الحوالات باعتبار هناك يعني فائدة بالسعر وبالوقت، يعني اليوم يوصي باكر توصل البضاعة وبسعر زهيد. طيب، فلذلك هذا السوق السوداء عليه الضغط الموجود والزخم هو من خلال احتياجات أخرى غير احتياجات التجار اللي يستوردون بهذا المبلغ اللي ذكرته، هو مبلغ كبير. وهناك موضوع المسافرين. طيب، اللي حاول البنك المركزي يوفر 3000 دولار لكل مسافر. موضوع المرضى وعلاجهم، الدارسين بالخارج، هذه الأمور اللي هي يحتاجها المواطن من السوق السوداء. طيب، وإلا فإن البنك المركزي يسعى أن يوفر ما يحتاجه المواطن أو التاجر من خلال السعر الرسمي ومن خلال نافذة العملة أو البنك المركزي. طيب، خلي أنتقل للأستاذ عبد الرحمن الشيخي. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الله يقال لربما ضارة نافعة. نقدر نقول أزمة الدولار الأخيرة أسهمت هسه حتى لو على أقل تقدير بنسب قليلة بتطوير عمل المصارف الحكومية والأهلية على حد سواء. طبعا ابتداء شكرا الى حضرتك والى الاستاذ معين اخ عزيز والى مشاهديكم بصوره عامه.
ما تفضل به الأستاذ معين كان يعني يشرح جانب كبير من هذه الأزمة وهذه المشكلة، لكنه ردا على سؤال جنابك أنه نعم. هذه البضارة النافعة لا هو النية الحكومية، يعني مجلس نعم. الوزراء وسيد رئيس مجلس الوزراء عزم الحزم بشكل على أنه يجب أن يعاد النظر في هيكلة وتطوير إداء المصارف بصورة عامة، إن كانت حكومية وإن كانت الأهلية. يعني لو ما صارت هاي الإطلابة هم بعد الشغلة تطول. هو صارت الإطلابة بسبب سوء إداء بعض المصارف. لا. كثير من المصارف مع الأسف يعني خاصة الأهلية كثير من عندها ما تؤدي واجبها بشكل سليم. لا. يعني حتى لو ننظر إلى المنتجات المصرفية اللي تقوم بها ما تتجاوز ال 15-20 مصرف في أحسن الأحوال. طيب. في حين بعض المصارف الأجنبية تصل إلى حد 70 منتج. نعم. أما إذا أردنا نأخذ المصارف الحكومية فأعتقد بداية السيد رئيس الوزراء عندما اجتمع مع مصرف الرافدين ووجههم بتوجيهات، هذا المصرف برغم عراقته لا زال يعتمد على آليات قديمة دون استخدام التقنية الجديدة ضمن الثورة الرابعة للإلكترونيات بالعالم. نعم. فلذلك الآن أصبحت العالم إحنا جزء من هذا العالم وبسبب التطور التكنولوجي والرقمي خاصة أصبحنا جزء من هذه التفاصيل، يجب أنه نتعامل مع الأحداث بشكل الواقعي. يعني مثلا إصرار سيد رئيس الوزراء على العمل بموجب أجهزة الدفع الإلكتروني واستخدام أجهزة نقاط الدفع اللي POS، هذا واحدة من النقاط اللي لازم أنه نتجه بها، ومردوداتها الإيجابية راح تكون على خفض قيمة الدولار أو العملات الصعبة بصورة عامة. طيب. لأنه راح تقوي الدينار العراقي. هذا اللي إحنا نتحدث عنه اللي جنابك قلتي أنه رب ضارة النافعة، نعم، أو يعني وضحت لنا رؤى كانت بعيدة عن النظر. نعم. يعني إحنا في وسط يعني الدول الجوار الإقليمي خاصة إيران تركيا سوريا، لاحظ اللي صار أنه الإجراءات اللي صارت بالآونة الأخيرة مع الجانب التركي والمباحثات اللي جرت وياهم يعني التعامل بالليرة التركية مقابل الدينار العراقي قفزة نوعية نعتبرها كلش كبيرة. طيب. ولذلك أنا أتمنى أيضا حتى دول الجوار الإقليمي خاصة إيران. نعم. وإيران تجارتنا معها كبيرة. نعم. خاصة بالنسبة للمواد الغذائية وبعض المواد الاستهلاكية الكثيرة اللي تحتاج يعني اكسباير، يعني ما ممكن أن تتحمل للخزن. نعم. فبسرعة تتلف، هذه لازم نستوردها من إيران بصراحة. التاجر العراقي كان أمام حيرة. طيب. عندما أصر البنك المركزي على عدم السماح للسوق السوداء. نعم. وأصبح سوق واحد فقط اللي هو السوق البيضاء، صارت عندنا مشكلة مع هذول التجار. نعم. لاحظ إحنا حوالي 60-70% من تجارتنا الخارجية. نعم. هي هؤلاء صغار التجار اللي ما عندهم حساب مصرفي، اللي ما عندهم شركات مؤسسة رسميا، كانوا يضطرون يروحون على المنافذ الحدودية ويدفعون كاش. طيب. فيضطرون أن يسحبون النقد من السوق. نعم. السوداء. نعم. الآن بعد القرارات الأخيرة بموضوع استيراد الدولار وفتح مجال لاستقدام الدولار. نعم. أصح صار عندنا فعلا سوق موازي الآن. يعني عدا السوق البيضاء اللي هو عن طريق البنك المركزي اللي راح تتوقف بعد يوم 1/1/24، راح يكون هنالك سوقين، سوق سوداء وسوق موازي. هذا السوق الموازي لاحظي البارحة وأول البارحة بدأ ينخفض السوق الموازي عن السعر اللي كان سابق اللي هو وصل حد أكثر بحدود 60. نعم. يعني 1600 وصل. نعم. البارحة وصل إلى 48. طيب. وحتى اليوم يعني لأنه انكمشت حالة التجارة بالخارج اليوم يعني بسبب أعياد الميلاد. نعم. اليوم ارتفعت مرة ثانية، لكنه طيب. هذا الارتفاع مو حقيقي. طيب أستاذ. نعم. عبد الرحمن، أنت ذكرت بأنه راح يكون أكو سوق موازي والسوق السوداء راح يبقى هو لا السوق السوداء يحارب لأنه خارج عن النظام، هو خارج عن القانون. الهدف الآن من كل التحركات. نعم. الحكومية السياسة النقدية تريد تخلص من سيطرة السوق السوداء. نعم. طيب شلون إذا هو من اللي مسيطر على السوق السوداء؟ نعم. مسيطرين عليه المضاربين. نعم. وبعض المتصيدين بالمال العكر من التجار. طيب. هؤلاء الناس إذا قدرنا، وأعتقد الحكومة جادة بمكافحة هذا الموضوع وأجهزتهم الأمنية أيضا تفتر وتستخدم كل إمكانياتها. نعم. لمنع هذه الحالات خاصة موضوع التهريب. نعم. وأعتقد بالمناسبة يعني بعد الانتهاء من حملة الانتخابات اللي صارت للمجالس المحلية. نعم.
راح يكون دور كبير للحكومات المحلية في المتابعة والمراقبة لهذه السوق. فأنا أتفائل بهذا الموضوع، ولذلك عندما أصرحت في أكثر من مناسبة من خلال وسائل السوشيال ميديا والإعلام بصورة عامة أنه الدولار سينخفض إلى حد 450، يعني 1450 خلال الفترة القليلة القادمة بسبب هاي المعطيات، وأتوقع أن ينخفض بعد أكثر فيما إذا شجعنا صناعاتنا وزراعتنا المحلية وقدرنا أنه أولا ما رح نستوردها لهذه البضائع اللي بنستوردها من الخارج وبإمكاننا أنه ننتجها هنا، وبنفس الوقت رح يكون عندنا هناك فائض من هذه بإمكاننا أن نصدرها ونستورد دولار رخيص. طيب خلي أشوف أستاذ معين. أستاذ معين، أنتم كلجنة مالية دائما تتهمون بأنكم واقفين تتفرجون على الوضع، يعني هسه نقدر نقول أنتم هاي ثقة زايدة بالبنك المركزي لو ما باليد حيلة؟ لا طبعا، البنك المركزي أكو تواصل معه ومتابعة، والأفكار واللجنة المالية لديها مقترحات يؤخذ ببعضها، وبعضها لحد الآن مؤجل، وما طرحه الدكتور عبد الرحمن الشيخلي بخصوص دعم الصناعات الداخلية والزراعة شيء مهم، وهذا ما طرحناه على البنك المركزي بضرورة تفعيل المبادرة الصناعية، ولحد الآن البنك المركزي متلكئ بهذا الموضوع، ولابد يعني بدلا من هالمئتين مليون دولار اللي يوميا تطلع تروح، خلي يصير 5% من عدها لاستيراد خطوط إنتاجية من خلال المبادرة الصناعية، وبذلك تدريجيا بعض الصناعات اللي ما يحتاج لها استيراد شيئا فشيئا يصير إنتاجها داخليا، وبذلك نقلل اعتمادنا على الدولار وعلى الاستيراد بشكل عام. بس خطط بعيدة الأمد. طبعا مطلوب من اللجنة المالية أن يكون لها دور أكبر، أنا يعني أتفق معك في متابعة البنك المركزي، متابعة كل الدوائر المالية، حتى هيئة التقاعد، دائرة الضرائب، الجمارك، يعني الدوائر المنبثقة من وزارة المالية، هذه مسؤولية اللجنة المالية في المتابعة. قد يكون هذه العطل وغيرها من أمور أسهمت في تأخير بعض الشيء. المفروض مع بداية الفصل التشريعي الجديد أن تأخذ اللجنة المالية دورها في متابعة هذه الملفات، ليس فقط ملف البنك المركزي وإنما الملفات الأخرى، يعني قضية الضرائب اللي كان قبل أسبوعين مؤتمر جيد للتعديل الضريبي بحضور رئيس الوزراء وبحضور اللجنة المالية، وكان شيء مهم بهذا الخصوص. قضية الجمارك والمنافذ الحدودية كذلك لابد من السيطرة عليها لتسهم في استقرار حتى سعر العملة في الداخل. فاللجنة المالية مسؤولة عن متابعة هذه الملفات المهمة، وتم توزيعها على أعضاء اللجنة ضمن اللجان فرعية، وأنا تكلفت بهيئة التقاعد، صار عندنا متابعة مع هيئة التقاعد يوم الخميس، هم عندنا اجتماع مع رئيس الهيئة وتعاون مع رابطة المتقاعدين في كل أنحاء العراق، يعني هذه الأعمال مهمة للجنة المالية في مجلس النواب للوقوف على المشاكل الموجودة في الجانب المالي، سواء لوزارة المالية أو وزارة التخطيط. أستاذ معين، مش وقت هاي الأعمال المناطة مجلس النواب أنه ممكن تتناقش داخل قبة البرلمان وأنتم مشرفين على طلبة رئيس مجلس النواب؟ طبعا المطلوب من مجلس النواب، يعني حتى بوجود نائب رئيس مجلس النواب وبوجود رؤساء اللجان، يعني هذه المهمة ليست هي تناقش فقط تحت قبة البرلمان وإنما في اللجان التخصصية، يعني المفروض اللجان التخصصية تكون فعالة ولا يقف أمامها شيء، يعني ما يحتاج وجود رئيس مجلس حتى لجنة الخدمات تروح تشوف أمانة بغداد ايش تسوي والمحافظات شلون شغلها، وهكذا بالنسبة لجنة النفط والطاقة ما يحتاج إلى وجود رئيس مجلس حتى تمارس عملها في متابعة أداء وزارة النفط، وهل استلمت 400,000 برميل نفط من كردستان أم ما استلمته، شنو السبب، شو من التقصير، من الإقليم، من نفس الوزارة، لو بعدها هذه استلمت هي لو بعدها 185,000 برميل استلمت فقط. ليش؟
يعني استلمت مثل ما قال الدكتور يعني 200 ألف تقريبا. وهذه المواضيع وغيرها ضربت مثل بلجنة الطاقة، لجنة النفط، اللجان الأخرى التخصصية في مجلس النواب واجبها أن تنطلق بعملها بشكل جدي، خصوصا بمسؤول رئيس اللجنة هو يتحمل مسؤولية، وهذا المجلس يكون فعال بلجانه الفعالة. طبعا إذا كان رئيس المجلس موجود وهو جاد في عمله ويتابع عمل اللجان، طبعا نائب رئيس النائب الأول هو هيكليا وفي الوظائف الموجودة مسؤول على عمل اللجان التخصصية. نعم. يعني هذا النائب الأول موجود والمفروض يصير متابعة لعمل اللجان واجتماعات معهم لتفعيل أدائهم. مو كل الشغل هو تحت قبة البرلمان في التصويت على القوانين والمشاريع، ولكن المطبخ الذي تطبخ فيه القوانين والتشريعات وفي الجانب التشريعي والجانب الرقابي في المتابعات ميدانيا خارج مجلس النواب، اللي هذه يعني أعمال مهمة وأساسية للجان لابد من النهوض بها من خلال نائب رئيس المجلس. وبالنسبة لرئيس مجلس النواب أعتقد أن المجلس ينتظر توافق الكتل وخصوصا الكتل السنية على مرشح لرئاسة المجلس، وإذا لم يتفقوا يقدمون يعني 2 أو 3 ولمجلس النواب حق اختيار أحدهم. طيب دكتور عبد الرحمن، هي وين المشكلة؟ المشكلة بالعراق لو هي شركاء تجاريين، يعني العراق اليوم شريك ويا دول عندها مشاكل ويا أمريكا، الصين، إيران، تركيا، هسه لو نغير الشركات، لو هاي الشركات الشركاء يحلون طلبتهم ويا أمريكا. نعم. معي سيدتي الفاضلة، احنا لازم ندرك أنه الاقتصاد أساس وهو عمود الفقري للسياسة. طيب. إذا كان عندنا اقتصاد جيد عندنا سياسة جيدة. نعم. بما أنه هذه المناكفات السياسية اللي تحدث وتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر على رسم السياسة الاقتصادية، راح تبقى الحالة مستمرة ما لم يكن هنالك استقرار أمني وسياسي. طيب. الحمد لله احنا تقريبا السياسة الاستقرار الأمني موجود. نعم. لكنه الاستقرار السياسي هذا راح يخلق لنا مشاكل. يعني لاحظي سيدتي الفاضلة، الاستثمار، تدرين احنا الاستثمار إذا ما عندنا استقرار سياسي ما حد يجينا من الخارج. بعدين الاستثمار ليش هو بس من الخارج والمفروض من الداخل أيضا استثمار؟ ليش ما نحاول أنه نستقطب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة منذ عام 2003 ولحد الآن رؤوس الأموال العراقية كلها هاجرت إلى الخارج، بدل ما أجيب مستثمر يملي علي شروط ويطلب من عندي حمايات ويطلب مني تأمين ويطلب مني كثير من الشغلات وأنطي أرض مجانية حتى دي يسوي لي مشروع، المشروع على النص يعوفه ويديروه ويروح. خاصة بعضهم اللي يستلموا سلف تشغيلية لإدارة هذه المشاريع، ولو أنطيك الأرقام للمشاريع اللي متلكية فشيء مهول يعني. طيب. فإذا المفروض العمل مثل ما قال الأستاذ معين، المفروض أنه نركز من داخل بؤرة القرار، من مصدر القرار اللي هو المكان التشريعي الرئيسي اللي هو البنك البرلمان، بغض النظر عن رئيسه كائن من يكون، اللجان موجودة اللي تعمل بشكل أصولي، إذا كان زيد أو عمر من الناس هو رئيس البرلمان هي مو مشكلة. على هذا الأساس يعني لو يتذكر الأستاذ معين أعتقد يتذكر كل زين، في الموازنة الطارئة اللي سويناها ب 25 تريليون دينار، وين صارت؟ شنو اللي قدمنا منها؟ شنو اللي صار في أيام حكومة السيد الكاظمي؟ في وقت هذكر قلنا يا بهاي 25 تريليون دينار سوي شغلوا لكم بها معامل، بعض المعامل ما تحتاج اصلا مجرد تطور تكنولوجي لبعض المكان نجيب لها اياها وتشتغل مره ثانيه. وبعض المشاريع هربوا عمالها من مواقع العمل بالديوانيه بالنجف بكربلاء بعقوبه، مشاريع كامله لحد الان بامكان نشغلها بس مجرد ان نعيد لها العماله. هذه العمليه ما صارت، في حين قلنا يابا عندنا خريجين كليات وعندنا حمالات شهادات عليا اسوي مراكز لاعاده تاهيل هؤلاء العمال وارجعهم وابدي
نودي لهم مساكن واطئة الكلفة قريبة من معاملهم هذه حتى نعم. شغل هذه المحامل تدريج قد كان وفرت لنا. لكن على ما يبدو يسمح للأستاذ معين على ما يبدو هنالك تأثير لقوة خارجية هي اللي تحول دون تأثير دون تنفيذ هذا المشروع. طيب نفس القوة الخارجية اللي تخلي العراق انه يتعامل فقط ويا هاي الشركاء لو دولة يعتبرون شركاء يعني بتعامل مستمر بالسياسه النقديه العراقيه والشركاء. الجغرافيا احيانا تفرض نفسها علينا، احنا ايران جيراننا اولا وتاليا وتركيا جيراننا، ليش اسوي اتفاق بس ويا تركيا ما اسوي الاتفاق ويا ايران؟ ليش ما اسوي الاتفاق ويا سوريا؟ تدرين البضائع السوريه مليانه الكهربائيات برغم الظروف اللي مروا بها لكنها لا تزال بعض صناعتهم موجوده وجيده. زين هذه الاتفاقيات المفروض انا بغض النظر عن جانب السياسي قلت لك الجغرافيا حقيقه واقعه لازم نؤمن بها، يعني انا يوميا اذا استورد خضر وفواكه من ايران، البان يوميا استورد، زين انا اذا اريد استوردها من الصين ايش وقت ايش قد يراد لها محاويات وشلون اضيقه حفظها وشلون نقلها؟ هذه المسائل اللي المفروض ان اتعامل معها حقيقه. طيب استاذ معين، يعني رغم ارتفاع سعر الدولار امام الدينار لكن الحكومه دائما تقول انه هذا الارتفاع ما راح ياثر على المواطن. شان ما يأثر على المواطن والمواطن طبعا هذا النظرية نعم تفضل. نعم هذا المقولة قد تكون ناشئة بالحقيقة من تمويل البنك المركزي للتجارة من خلال السعر 1320، وهذا المواد المستوردة صحيح البعض يقول يعني التاجر يستورد ب 1320 ويكسر على 1600 مثلا من كان السعر 1600، ولكن حالة التنافس الموجودة في السوق العراقية تجبر التاجر إلى التعامل بالسعر المعقول وبالهامش الربحي المعقول من خلال التنافس. لذلك احنا ما نشوف تقلب أو ارتفاع واضح بالأسعار، أسعار المواد الغذائية في الأسواق مع وجود الحصة التموينية المنتظمة ساهمت في استقرار إلى حد ما السوق العراقية. وهذا الاستيراد حتى الأجهزة الكهربائية شنو ما موزعة أستاذ معين؟ هي الحصة التموينية شنو البيها اللي ممكن تكفي أو تستد رمق المواطن العراقي؟ هي تحسنت نوعا ما عن ما كان عليه السابق. والله أنا ما متابع يعني جزء احنا محرومين من هذه النعمة، ولكن بشكل عام بيها حمص مجروش الحصة وغطية التموينية حسب خطة الحكومة. نعم هو هذا اللي كثير من الناس هم يجوز ما يستعملها ويبيعها، وبعض الناس الطحين ما يستلمه من الوكيل والوكيل يشيله يبيعه الى المخابز ولا الافران معامل الحلويات. نعم طبعا المطلوب من حكومه السيد السوداني ان تعالج موضوع وزاره التجاره يعني معالجه جذريه. نعم يعني اذا كان هذا الترهل وهذه الاخطاء مستمره من الفتره السابقه، فالسيد السوداني من خلال خبرته وشغله بوزارة التجارة وزارة الصناعة وأنه وهو جاد بمعالجة كابينته الوزارية أن يعالج هاي المسائل اللي هي تمس حياة المواطنين. نعم. ولكن بشكل عام الحكومة من تقول اللي يابا هذا الارتفاع الطفيف الصاعد النازل بالدولار ما يأثر على المواطن، اللي يقول لك المواطن الفقير هو شنو يعني احتكاكه بالدولار؟ ما يحتاج الدولار، وانما بالسوق يعني اذا الخبز ارتفع سعره قلت كميته صحيح مثلا هذا ياثر، ولكن بشكل عام هناك استقرار بسبب هذا الاستيراد اللي يصير، وهذا الاستيراد يعني هذه المعالجه ما اعتبرها معالجه حقيقيه. يعني لابد ان نفكر يعني التقليل من هذا الاستيراد، يعني شنو باليوم احنا نحتاج 200 مليون دولار استيراد؟ يعني معقوله هذا الرقم كل المواد اللي نحتاجها مستورده؟ فلابد انه يصير تضامن سياسي وتكافل اجتماعي وتضامن وطني للتحول الى الصناعه والزراعه الداخليه، احنا هال 40 مليون لو اكلهم وشربهم هاي الامور البسيطه يعني تتوفر داخليا ايش قد حتوفر فرص عمل وتوفر قيمه مضافه
وتوفر عملة داخليا تتحرك بدل ما تطلع للخارج. طيب. المعالجة لابد أن تكون معالجة جذرية. نعم. يجب أن نفكرها جمهورية إسلامية. اليوم لها 40 سنة محاصرة ولكن استطاعت أن تقف على رجليها وتصنع كل شيء وتصدر للعالم كله حتى تصنع أسلحة. فلذلك لابد أنه يكون هناك تضامن وسياسي وهمة وطنية لإعادة بعض الصناعات تدريجيا والزراعة. نعم. للسيطرة على السوق ويكون هناك عدم اعتماد على الدولار. فالاستقرار الذي تدعيه الحكومة هو بسبب هذا الاستيراد الكبير والحوالات الصادرة لكل الأشياء والمدعومة من الحكومة الاتحادية بال 1320 وحالة التنافس الموجودة في السوق تجعل الأسعار إلى حد ما مستقرة كما نراها الآن. نعم. طيب دكتور عبد الرحمن، يعني شنو تقييمك لتوريد المصارف للدولار وتأمين احتياجات الزبائن من الدولار؟ يعني ليش أكو ضغط على المصارف بهاي النقطة؟ نعم. خليني أقول لك فد نموذج ومثال ذكرني بالأستاذ معين. لو نفتر هسه بالأسواق المركزية، يعني المراكز التسويقية بالعراق، في بغداد، في الموصل، في أربيل، في البصرة، أنا زرتهن وشفتهن. نعم. بيها بضائع مكدسة لعشرات السنين. بعضها ما نحتاجها ولا ممكن، أنه مو ضرورية. بس لأنه أرباحها سريعة. فيستوردوها التجار ويكدسوها في مخازنهم ودون الحاجة إلها. هذه 200 مليون دولار اللي صار معين دا يتحدث عنها واللي هي فعلا حقيقية، البنك المركزي يومية مو أقل من 200 مليون دولار. هذه المفروض أن يكون هنالك تنظيم له هذا المبلغ. يعني المفروض أن تكون هنالك بس سؤال لي. لا هو سؤال حتى توضح ليها. نعم. يعني هو التاجر من يريد يجي يستورد، البنك ما راح يستفسر عن الأشياء اللي ممكن يستوردها؟ لا، هي هاي المشاكل اللي كانت موجودة الآن بعد الأزمة اللي صارت ويا الفدرال الأمريكي. حدد روابط وقواعد عمل حقيقيه المفروض، يعني تدرين هسه بالآونة الاخيره بعد هذه الاتفاقات اللي صارت ويا مع الفدرال الامريكي، التاجر اللي يستورد حديد اذا استورد اقمشه ممنوعه، تعتبر غسيل اموال. فلذلك يجب ان يكون هنالك مسارات حقيقيه لهذا التجاره. اما التجاره العشوائيه خلال العشرين سنه الماضيه ما المفروض تستقر. ولذلك انا في هذه المناسبه ومن خلال قناتكم امام حضور الاستاذ معين اللي هو اللجنه الماليه وممكن ان ينقل هذه الفكره. يجب ان يعاد النظر في اللجان اللي كانت مشكلة بالسابق بين وزارة التجارة، وزارة التخطيط، وزارة المالية مع البنك المركزي. لا يتم استيراد ولا السماح للتجار تمويلهم لتجارتهم ما لم يكن هنالك قرار من هذه اللجنة تقدر مدى الحاجة الفعلية للبلد لهذه المواد. تدرين بعض المواد اللي يتم استيرادها حتى من نوعية من حيث الجودة لا تصلح. أردأ الأنواع. ولهذا المفروض أنه يعاد النظر بهذا الموضوع. مو يعني بالوقت الحاضر حتى بدون إجازة استيراد. تدرين منذ عام 2003 واللي حد الآن التجار يستوردون بدون إجازة استيراد. يفترض أن تكون هنالك إجازة استيراد. إجازة الاستيراد تتم بعد أن يقدم طلب التاجر إلى وزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة التجارة، والبنك المركزي يحدد حجم الكمية، نوع الكمية، سعر الكمية. حتى مثلا من نقول يابا هذا التاجر استورد هذه البضاعة بعشر دولارات ويجد يبيعها هنا بمية دولار، نقول له لا انت استوردتها بعشر دولارات. روح خمس دولارات وخذ لك فوقها 50%. اما انه تتعامل مع هذه الطريقة هذا مو صحيح. ولذلك راح يكون المسؤولية على الجهات الأمنية والرقابية أكثر من هذا اللي معمول به بالوقت الحاضر. نعم. طيب أستاذ معين، كلجنة مالية شنو الملاحظات اللي يسجلها الفدرالي وليش تتأخر الحوالات؟ هاي انتهينا من عندها أعتقد. طبعا بعض الملاحظات ملاحظات حقيقية. نعم. يعني مثل ما ذكر الدكتور الشيخ لي أنه تاجر يستورد حديد ويستورد مثلا حليب أطفال، ما معقولة يعني أو يستورد سيارات كذلك. أو يعني بعض الأحيان الانفويس أو الفاتورة اللي تجي من الخارج هي يعني أكثر من سعرها المعقول والمنطقي. يعني بضاعة قيمتها 200,000 دولار تسجل 200,000 دولار حتى يأخذ حوالة 200,000 دولار وهناك يسلم 100 و100 يتصرف بها بطريقة أخرى. وهناك أسباب سياسية بعض الأحيان الفدرال الأمريكي يمارسها ضد العراق، وقد تكون هذه من باب الضغط على الحكومة الاتحادية
ولذلك البنك المركزي خلال الحوارات التي جرت في أبوظبي مع الفيدرالي وضح هذه الأمور وطلب توضيح من الفيدرالي لكثرة يعني الحوالات اللي ترفض من قبل الفيدرالي الأمريكي، يعني حوالة أصولية رسمية صادرة من البنك المركزي تمر إلى الفيدرالي ورا شهر يجي رفض. يعني هذه تأثر على التاجر وتأثر على يعني ظل يتأخر، لذلك يلجأ إلى السوق السوداء. فهذه يعني صار مناقشتها وطلبوا تبريرات واقعية، يعني الأسباب اللي يطرحها الفيدرالي الأمريكي غير مقنعة. فبعض الأمور حقيقية من شأنها تنظيم التجارة الخارجية للعراق وتنظيم حركة العملة ومنع غسيل الأموال، كلها الأمور مقبولة وجيدة ومن شأنها أن يجعل أصلا اعتبار للدينار العراقي واعتبار للحوالة باعتبار أن الحكومة العراقية هي المسيطرة على الدولار اللي يجيها من خلال بيع 3,500,000 برميل نفط يوميا ب$80 تدخل إلى الفيدرالي الأمريكي ولا تسلم إلى العراق إلا من خلال حوالات، والنقد اللي كان يسلم للعراق يعني مبالغ قد تصل شهريا إلى $1,000,000,000 أصبح قد يكون مجموعها السنوي هو $1,000,000,000 من أو مليارين أو 3 مليارات. فالتعامل الفيدرالي الأمريكي فيه جانب فني مهني حقيقي وفيه جانب سياسي لا بد أن نأخذه بنظر الاعتبار. طيب أستاذ عبد الرحمن، ممكن تنتهي الفجوة بين الموازي والرسمي؟ يعني نقدر نقول نحط سقف زمني حتى تنتهي هاي الفجوة، وأيضا تتوقف مسألة تهريب الأموال. طبعا بالمناسبة حول هذا الموضوع اللي تطرق إلى الأستاذ معين حول موضوع التأخير بالحوالات، هذا كان فعلا الفيدرالي يتعمد أحيانا لتأخير بعض الحوالات. أضرب لك مثال على هذا النموذج. تاجر يستورد كهربائيات، بالموقع الالكتروني مالته موجودة، يستورد ثلاجات، يستورد مبردات، يستورد اركونديشنات وهكذا، لكنه ما مذكور بها الموقع الالكتروني انه يستورد غسالات. لما تدزين الحوالة الانفويس تحوليه عن طريق نافذة البيع العملة، الفيدرالي الامريكي يوقفه. ليش يابا توقف هذا؟ هذا ما موجود بالموقع الالكتروني مالته غسالات، يابا هي كهربائيات. فهذا واحدة من المشاكل اللي كانت تصير خلال الفترة السابقة. طيب. بعد القرار انه ايقاف نافذة بيع العملة والمنصة الالكترونية بعد 1/1/24 راح يصير عملية التعزيز الى المصارف المراسلة، المصرف الرصين، المصرف القوي، المصرف القادر، عنده كتلة نقدية كاملة، عنده علاقات مصرفية بالخارج. البنك المركزي بعد ما يتم عمليات التحويلات الخارجية يعزز البنك المركزي الى المصرف العراقي في موقعة أو في وسيطة اللي بالخارج. طيب. فهذه العملية تقريبا يعني طبعا هو احنا يعني دائما نحكي عن العموميات يعني بس ممكن يصير حالات خاصة، بس على أقل تقدير راح تنخفض إلى الحد الأدنى بهذا الموضوع. هاي واحدة من المهمات اللي راح تتجاوزها وراح يتحرر البنك المركزي من قيود الفيدرالي بهذه العملية. هاي نقطة. ارجع لي دكتور على مسألة السوق الموازي والسوق الرسمي. احنا يعني كسقف زمني. يعني هو بالوقت الحاضر بدأ يتلاشى السوق السوداء. يعني إذا سيطرنا على المنافذ الحدودية الغير رسمية، وأركز على موضوع الغير رسمية وأعتقد أكثرهن موجودة في حدود منطقة إقليم كردستان. شلون بدأت لاشا؟ لازم يسيطر عليها. يعني أستاذ معين إشار إلى موضوع توحيد الضرائب والجمارك. يعني الموقع الرسمي أو المنفذ الرسمي يأخذ ضريبة عن هذا الجلاس مثلا $1. طيب. لا، في حين إذا مر عن طريق المنافذ الغير رسمية يأخذون عليه 10 سنتات. فالتاجر يضطر أنه يروح لوين؟ على المنافذ الغير رسمية، وهكذا بالنسبة للضرائب والجمارك. فيجب أن يتم هنالك سيطرة كاملة وتامة بشكل مركزي على منافذ الدخول البضائع من المنافذ الغير رسمية. إذا ما تم السيطرة على هاي المنافذ هسه راح تبقى الحال على ما هي عليه، يعني يبقى السوق الموازي وتبقى مشكلة الدولار وراح يبقى السوق السوداء وراح يبقى المنافذ. لكنه أرجع وأقول إذا قدرنا نستورد دولار رخيص بعد أن نصدر بضاعتنا من زراعية وصناعية ونستوفي أيضا رسوم
تتناسب مع كل مناسبة، خاصة للسياحة في الإقليم وإذا بالأهوار، هذه أيضا نستوفي منها. ليش أنا أعفي لهذا اللي إذا يروح يفتر بالشمال وإذا يصرف وأعفي من رسم الفيزا وهكذا الآخرين؟ يعني في الحالة دكتور يعني رادلنا وقت ويرادلنا زيادة مع الأسف خلال العشرين سنة الماضية هذا الموضوع كنا هاملي. نعم نهائيا. لو تلاحظين 92% من ايراداتنا هي نفطيه. طيب لاحظي ليش، وين الضرائب، وين الجمارك، وين الرسوم اللي تاخذها؟ يعني مديريات العامه في، ما اريد اذكر اسمائهن، تدرين بعض المديريات العامه في الدوائر العراقيه اللي تستحصل جبايتها مبالغ هائله وين تنصرف؟ اكو قرار سابق، هذا القرار من الحكومات السابقة يسمح لرئيس هذه الدائرة بأن يستخدم الأموال اللي واردة إليه لأغراض إعادة الإعمار، التأثيث، المباني، هذه ما يصير، كافي. هذا الموضوع يتصرف رئيس الدائرة اللي عنده موارد من خلال جباية الأموال، ماء والكهرباء والمرور الداخلية أمانة العاصمة، هذه المفروض أموال تدخل إلى الميزانية العامة. نعم. ما المفروض يصرف فيها رئيس الدائرة بكيفه؟ ولهذا تلاحظين يوم معمرين البنايات مالتهم، غيرين أثاثهم، غيرين صبغها، غيرين مدري، هذه مبالغ كبيرة جدا كبيرة. طيب. هذه تشكل جزء من إيرادات الدولة المفروض. يعني إحنا هسه نريد نقول على واحد واحد نريد الدولار ينزل، والناس هواي اكو عز سمعنا انه واحد واحد ممكن راح يكون اكو تغيير لسعر صرف الدولار بالمعطيات اللي ذكرتها حضرتك، السالفه مطوله. لا لا ان شاء الله ان شاء الله. نعم. يعني تنتهي هاي الحاله، ولو اليوم الاستاذ جمال كوجر فاجأني بتقرير يقول لا هذا الهبوط طارئ وراح يرجع بعد الاحتفالات من راس السنه راح يرجع السعر مره الاخر. نعم خوش سالفه، خلي الناس فرحانه. نعم. على راس السنه. طيب استاذ معين، يعني تنويع العملات او سله العملات اللي تحدثنا عنها بالبدايه وذكرتها بتفصيلاتها عن كل العملات اللي انذكرت، نقدر نعتبرها حلول وقتية لحد ما تتم مسألة دفعات الدولار من الفودرالي، لو ممكن أن تبقى تعتمدها هاي السياسة من قبل البنك المركزي؟ بس تسمحي لي أقاطعش على هالملاحظة. ما اللي ينطونا والدفعات اللي ينطونها ترى ما اللي ينطونا مكتشف بخلفهم، مع احترامي لل... لا لا هو كحل هاي فلوسنا احنا. طيب. ناخذها ونتصرف بها بالطريقة اللي نراها مناسبة. وهذا المفروض نرجع به إلى اكو بروتوكول معقود من عام 2004. نعم. أيام حكومة بريمر. وقع المرحوم أحمد الشلبي والمرحوم سنان الشبيبي. نعم. حول موضوع بيعنا للنفط إلا من خلال الفدرالي الأمريكي وإلا بالدولار، هذا المفروض يعاد النظر به. أرجع لجنابك. نعم. بهذه التفصيلة، بس خلي أسمع رأي الأستاذ معين. تحب أطرح عليك السؤال مرة أخرى أستاذ معين؟ نعم نعم. سألتك قلت لك إنه مسألة سلة العملات واللي تحدثت عنها جنابك في بداية الحديث وفصلتها، وكل عملة ممكن ككتل نقدية يشتريها العراق، تعتبر حلول وقتيه لحد ما تنحل ازمه الفدرال الامريكي باعطاء الدولار، لو ممكن ان تستمر هاي مساله شراء الكتل النقديه؟ طبعاً لازم تصير هاي سياسه ماليه للعراق ان يتعامل بسله العملات. نعم. لا يظل يتعامل فقط بالدولار، لابد للعراق ان يتعامل بسله من العملات، اليورو واليوان الصيني وهكذا العملات الأخرى. نعم. وتدريجيا بحيث لا يكون محكوما بتعليمات الفيدرالي، وإذا تعاملنا بعملات أخرى تكون خارجة عن إرادة الفيدرالي إلى حد ما. نعم. بالرغم من أن التعزيز الحاصل الآن للمصارف اللي ذكرناها في أنحاء العالم لهذه العملات لصالح العراق، هي من قيمة النفط الموجود في الفدرال الأمريكي، النفط العراقي يعني أموالنا، ولكن نطلب ونكتب إلى الفدرالي 200 مليون دولار خلي تروح إلى تعزيز مصرفنا في ماليزيا لموضوع اليوان الصيني وهكذا بالنسبة للمناطق الأخرى. فموضوع التعامل بالعملات المختلفة هذا حق مشروع للعراق أن يتعامل به، ولكن أكيد السياسة الأمريكية تعتبر هذه الأمور خطوط حمراء. لذلك يعني حتى المجموعات الاقتصادية الجديدة اللي تعمل روسيا والصين والهند وإيران على تشكيلها، هدفهم من خلال منظمة بريكس
أن يتعاملون بعملة جديدة. طيب. والولايات المتحدة تعتبر هذا الشيء انقلاب عليها. وإذا في اليوم نجحت هذه المنظمة البريكس بهذا المشروع وتعاملت بهذه الطريقة تعتبر ضربة قاسمة للاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي محكوم بمطبعة تطبع دولار وحبر دون أن يكون هناك أي غطاء مالي أي رصيد. وهذه المبالغ وصلت أكثر من 35 تريليون دولار أمريكي. الحكومة الأمريكية مطلوبة من خلال الطبع بدون رصيد بدون ذهب، وهذا الموضوع معروف للجميع. فالقضية عدم الاعتماد على الدولار شيء مهم لابد من أخذه بنظر الاعتبار تدريجيا، والتفكير الجدي والتخطيط والعمل الجدي بخصوص تقليل الاعتماد على الاستيراد. ما يصير لهذا البلد من الأبرة للسيارة لكل شيء يجب أن يستورد من الخارج. لابد من التفكير والتخطيط والعمل بشكل جدي للاستغناء عن هذه الاستيرادات. وإذا كان هناك مشكلة منافذ حدودية لكردستان لابد من التفاهم معهم. يعني لو نخلينا حدود على كركوك وحدود على الموصل يعني قمرق مثل الصفرة سابقا، ويعني تتوقف كل البضاعات اللي تجي هناك يصير القمرق مالتها، حتى يعني إبراهيم الخليل لا يظل مفتوح بهالطريقة، ومما يؤثر على المنتج الوطني يؤثر على المنافذ الحدودية الأخرى. فالأمام الحكومة الاتحادية مسار طويل ومهم وأساسي ومعركة حقيقية، ولكن بشكل عام ما يبشر بخير أن الحكومة السيد السوداني جادة بهذا الشأن وتريد تشتغل بهذا الخصوص. مطلوب من الكتل السياسية دعم هذا التوجه. طيب. ويكون هناك تضامن وتفاهم سياسي على أن معالجة وضع الاقتصاد العراقي. وإذا مثل ما الآن أكو مشكلة في باب المندب فديوم تصير مشكلة في هرمز، يعني بعد نفط ما نقدر نصدر من الرواتب. طيب. يعني الاعتماد على النفط بهذه الطريقة أكثر من 90% من إيراداتنا هي من النفط، هذا شيء خطير. صحيح الآن حياتنا جيدة من حيث الوفرة المالية الموجودة للعراق. وشهريا أكثر من 10 مليار دولار إيرادات الحكومة الاتحادية من هذا التصدير، ولكن هذا لا يعتمد عليه على المدى البعيد. طيب بأقل من دقيقة لو تسمح أستاذ عبد الرحمن، شقد ممكن أكو توجه للأتمتة بالقطاعات؟ يعني التكنولوجيا شقد ممكن أن تسهم باستقرار الدولة الدين على العراقي؟ أحكي لك فد ملاحظة. السيد رئيس الوزراء طلب من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، مو أنا ما أريد أحكي كأنما أنا ناطق رسمي باسم الحكومة، ولكنه هذه حقيقة ووقائع. طلب من الدائرة القانونية في مجلس الوزراء في كل اجتماع لمجلس الوزراء تقدم تقريرا عن النشاط الإلكتروني في هذا المجال. طيب. موضوعة الأتمتة يجب أن يحسم لأنه عيب. احنا متأخرين عن العالم أكثر من 50 سنة في هذا المجال. يعني دول الجوار الإقليمية هسه لو ترحين تشيلين نقد أصلا يضحكون علينا، في حين ماكوش هذه العملية. المفروض أكوش أدوات حديثة وجديدة يجب أن نستخدمها لوصول إلى أتمتة حقيقية في الضرائب والجمارك وكل شيء. أعتذر منك دكتور. انتهى الوقت. إذا شكرا جزيلا للأستاذ عبد الرحمن الشيخلي خبير اقتصادي، وأيضا شكرا جزيلا للأستاذ معين الكاظمي عضو اللجنة المالية النيابية. شكرا لك أستاذ معين، وبالتأكيد شكرا لكم مشاهدينا الكرام. انتظرونا بحلقة أخرى من حوار الدولة. دمتم في أمان الله.